عن هالاند من اللعيبه المهاجمين اللي بيمتعوك واللي بيعمل كل حاجه ممكن تتخيلها، واللي هو في المرحله اللي هو فيها دي انت بتتكلم عن ارقام مذهله في السن اللي هو فيه. ممكن لو مشي بنفس الوتيره ونفس المعدل في احراز الاهداف هيتخطى حتى كريستيانو رونالدو اللي احنا بنتكلم عن انه صاحب الارقام الاعجازيه في كل شيء. واعتقد ان هالاند لو كانت محطته القادمه مع فريق كلاس ايه، طبعا بروسيا دورتموند فريق كبير وكل حاجه، لكن في الاخر مش كلاس ايه في اوروبا، لو المحطه القادمه الموسم الجاي كلاس ايه اعتقد هالاند ممكن يكسر كل الارقام الممكنه. تتمنى يروح فين يا امين؟ اتمنى يروح الدوري الاسباني. اسباني او الانجليزي طبعا، هو هيلي جدا على الدوري الانجليزي، نفس البروفايل، القوه البدنيه، بيعرف يتحرك، بيعرف يجيب لجوان باسهل طريقه ممكنه بالنسبه له. مش سيتي بصراحه يعني لما فاوضوا هاري كين قلت لهم يا جماعه هولندا يا جماعه سايبين هولندا ليه يا جماعه؟ الفكره ان هولندا مش شبه مانشستر سيتي. اعتقد ان في نادي من الاثنين هيبقى مناسب جدا ليه، تشيلسي، لكن جابوا رومالو كاكو او يروح البايرن ميونخ، وده شيء مرتاح جدا وده شيء مضمون هيضمن النجاح. هيبقى طعنتين ليفاندوفسكي وراه هولندا، هو يعني هيبقى اوفر جدا، هيبقى كده كتير. الصناره دايما بيصطادوا السمك من شبكه بورصه دورتموند طول عمرهم يعني.